إقبال غير مسبوق للصحفيين الجزائريين على قوائم الترشح للانتخابات النيابية القادمة، ظاهرة خلفت جدلا في البلاد حول الأسباب والأهداف التي رغبت الإعلاميين في هجران قاعات التحرير من أجل شغل مقاعد في البرلمان. قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية لاستكمال مسار الحراك من مكانه الطبيعي من داخل المؤسسات السيادية في الدولة، وأولها هي المؤسسة التشريعية. كان يطل على جمهوره مذيعا في إحدى القنوات المحلية، واليوم يطلب أصواتهم لتمكينه من عضوية البرلمان القادم. احنا صحفيين، احنا اللي نخرجوا ننقلوا انشغالات الناس كل يوم. ماذا بينا احنا اللي نكونوا في البرلمان ما يكونوش واحد اخرين في بلاصتنا ويشرعوا ليكم انتوما. من مختلف المؤسسات الإعلامية دخل ما يفوق 100 صحفي غمار السباق الانتخابي في قوائم حزبية او مستقلة، إقبال يعتبره هذا الإعلامي المخضرم هروبا من واقع مهنة تعيش حسبه أسوأ مراحلها. هناك نوع من اليأس في أوساط معظم الصحفيين الذين ترشح منه أكثر من 100 صحفي. هناك يأس من المرحلة، هناك يأس من الواقع المهني الجزائري، فقرروا الهروب نحو البرلمان، أولا لتحسين الوضع الاجتماعي وثانيا لتغيير مهنة. ويقول أغلب الصحفيين المترشحين إن التواجد في البرلمان يمنح لهم مساحة أكبر للدفاع عن انشغالات المواطنين بدل نقلها خلال التغطيات الميدانية. أنا أرى أن الصحافي بدخوله في المعترك السياسي يفقده كثيرا من احترافيته ويخرجه عن طابع ما يجب عليه أن يكون الصحافي. وأغلب ظني أنه هذا منبر مليح للصحافي باش ينقل انشغالات الشعب بصفة جيدة. أي صحافي إذا نجح يعني في سباق هذايا ان شاء الله يكون يعني عنده كلمه فوالا يعني يوفي بالوعود تاعو اللي مدها للشعب. ويراهن الصحفيون المترشحون على الشعبيه التي اكسبتهم اياها سنوات عملهم وسيله لاستقطاب الناخبين، في وقت يطالب الشارع بتغيير جذري واحداث قطيعه مع ممارسات النظام السابق. عبد القادر خربوش، العربيه، الجزائر.